عندنا كمان كيك الكاسترد عاملينه بطريقه سهله. نقول اول مقادير الكاسترد ونعمله بعدين هنعمل الكيك. مقادير الكاسترد عباره عن 2.5 كوبايه لبن واربع معالق سكر، اربع معالق او خمس معالق كبيره كاسترد وسكر بودره. هنعمل ايه؟ هنحط الكاسترد كده على اللبن والسكر، احطهم هنا واسيبهم ايه على نار هاديه لحد ما يتقل. ماشي. احنا المفروض في البيت بنعمل الكاسترد ده امتى؟ لما والكيك بيخلص، والكيك بيخلص في الفرن. ليه؟ عشان اول ما الكيك يخلص هنحط كريمه الكاسترد دي على طول. ماشي. انا قلبتها اهي كويس قوي قوي قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. البيض مقادير الكيكه بقى، اربع بيضات اهي، فانيلا، ونضرب كويس قوي قوي مع بعض، وهي بتتضرب هنحط السكر. خلاص. ابتدي بقى احط السكر واضربها تاني. طيب فاضل ايه هنا؟ فاضل بودره الكاسترد. هنحط برده بودره كاسترد جوه الكيكه عشان تدينا طعم الكاسترد، ودي والبيكنج باودر. ماشي. بس هحط اللبن الاول، هحط اللبن الاول. ولخبط المقادير الجافه كلها مع بعض. نحط الزيت، نفتح دي بقى ونحطه كده حبه حبه. بصوا بقى بسرعه قبل ما ايه الكاسترد يعمل. طبعا انا المفروض ما احطش الكاسترد هنا، انتوا عارفين المفروض احطه فين؟ هو الكيكه لما تدخل، انا بس سقطت ان انا اعمل مرحله ثانيه. الكيكه لما تدخل الفرن وتطلع تبرد نحط الكاسترد على طول وهو سخن كده، وبعدين ندخلها التلاجة. ماشي. فايه سامحوني على الموضوع ده، فانا هوريكم دلوقتي. كده الكيكه خلصت، كده الكيك خلص، وانا هنا عملت مسحه بسيطه بالزيت كده ولا كده. ده اللي هنقدم فيه الكيك بالكاسترد، مستطيل بقى، مربع، مدور، اللي انتوا عايزين. هنحط كده وهنسيبها لغايه ما تستوي في الفرن. تستوي نحط على طول، تطلع من الفرن نسيبها 10 دقائق بالظبط تهدى، نحط على طول الكاسترد وهو سخن عليها. بعد كده بحط عليه سكر بودره وادخله الثلاجه. هوريكم المرحله الاخيره دلوقتي. اهي الكيك. ماشي. اهو الكيك والكاسترد اتحط عليها. خلي دي بس كده على جنب دلوقتي. فاضل ايه؟ سكر البودره، ممكن نقدم اي نوع فاكهه لو حابين عليها.